كي جات تكملي ليا صلاح الدين؟ زوينه. واش كي جاتك الزباله ديالهم كي جات؟ كلشي ناضي. ناضي على المغرب؟ ويلي ناضي بزاف. انا كنت عزو بلادنا. واه دابا بلادنا راه بلادنا، وطن ديالنا. ماشي بيع الفرق بين المنيلية والمغرب؟ الفرق بزاف. شتي غطارو نتاع الزبل كيفاش داير؟ ريح طارو ديال الزبل تشم فيه الريحة. حنا عندنا الطارو لو كدوز من حدا تمرد. كتسخاش منا خويا صالح؟ صلاح عاودني شويه، عاودني شويه على المنيلية، عاودني شويه. خويا شنقولو بزاف على بلادنا. ما فيها في النظافة. هي ديالنا ولكن بزاف عليها. في النظافة. بزاف. عندهم النظافة، عندهم النظافة. كي داير الحديقة في الدار البيضاء بحال هذه، كي داير الحديقة؟ زوينة ولكن ماشي بحال الناس، لو كان نجي نشوف بلادنا. لو كان درنا فيها شي بوز زوين غنكونو في المكسل. تما هنا كيحدوها مزيان. اجي اجي لهنا. دابا رانا في مدينة المنيلية اللي كنسولو المواطن من الدار البيضاء، من مدينة الدار البيضاء، اللي بغينا يعطينا الأهمية بالفرق بين المنيلية والدار البيضاء والمغرب، لا في النظافة لا في أي حاجة. اليوم نهار كبير يا صالح. وكتمنى ترجع ليها يا صالح، كتمنى تبقى هنا. بور توجور. ها؟ بور ديما. كتمنى تبقى هنا. استنى نفيلمي هذا الفيديو. لا استنى نفيلمي هذا الفيديو. لا Yes. واش كتقرا صالح؟ ها؟ قانون تاع الالتزامات. خاصك تعلم شويه النصرانيه. واش تعلمتي شويه ولا والو؟ شويه. كي دخلتي من الفونتيرا واش صدعك شي واحد ولا؟ كاينش اللي صدعك ما كاينش اللي دوي معاك، داخل قانوني كلشي قانون. ما عطيتهم الباسبور ديالك لاكارت ديالك ودخلتي؟ مزيان. دابا ملي ليا البوليس نتاع النصارى. البوليس ديال النصارى والبوابي سيدي بجوج ومعاهم دور. الحمد لله. الورد كيفاش كيعتنيو بها اخويا صلاح؟ حتى المراقبه من المسؤولين واقفين الشغل. لا حتى الناس واعيين، ما كيضيعوش البيئه، ما كيضروش البيئه. شفت ما كيحدوها، كيحدوا الشجور، كيحدوا البيئه ديالهم تبقى معاهم ديما.
ونباتوا هنا اليوم رشي. ها صالح ها ما غاديش نمشيو نروحوا اخويا صلاح. صلاح قول لي واحد الكلمه الاخيره للمتبعين ديالنا. المتبعين ديالنا نقول لكم وقفوا على الجراد ديالكم الا بغيتو نزيدو قدام سينو غادي نهربوا كامل. شنو كتقول لهم للمتبعين ديالنا وصحابك شنو كتقول لهم باش يهتموا بالامر نتاع الشجور والبيئه والنظافه باش ما يرموكش الحاجه ما يرموكش الحاجه في الارض. السير لبغيتش بلادك توصل وبغيتش نتعاونوا اليد في اليد. ايوا علاش حتى حتى الشعب ما واعي شاف في المغرب كاين كاين من الزريعه في الطريق كاين الشعب واعي المسؤولين غتبقى واعي. شكرا كنشكرك بزاف اخويا صالح. شكرا.